صباح النور كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اختي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فلوق جديد ولا مرحبا بكم في نهار جديد. اش كتعاودوا؟ اموركم مزيان بلات اختي؟ نحيدوا النظرات، كنحس راسي هكا قريبه منكم فاش كنهضر معكم هكا وجها لوجه. اش كتعاودوا كبيدات؟ اموركم مزيان؟ غبرت عليكم، شكرا على ميساجاتكم، كتصيفطوا لي ميساجات في انستغرام وكتسولوا فيا فاش كتشوفوني غبرت، كتقولوا وي ام مشات ولد اختي وما قالتهاش لينا. انا اختي انا وكريستي مازال معاك، مازال اختي ما مشيتش، ما يمكنش كبيدات نمشي وما نقولهاش ليكم. بغيت دعواتكم معايا، بغيت دعوات ديال الخير، ما بقى والو. كيف ما عارفين بزاف ديال الناس راني دخلت في شهري بدات كتشدني الخلعه والستريس، واخا كتكوني في الاول موتيفي وكلشي، سبحان الله اون فوا كيوصل لو مو ديالك صافي كتشدك واحد الخلعه راه ما يمكنش. الحمد لله، نتمنى كلشي يدوز بخير وعلى خير. لقيتوني اليوم عندي اختي شله مطارق، عندي شله حوايج الدقائق الاخيره، كتبقاي خاصك هادي. ايوا قلت علاش لا ما نشاركش معكم فيديو اليوم باش ما نزيدش نغبر عليكم. لقيتوني فقت اليوم شويه بكري، عندي واحد التحليله جيت غنديرها في لابوغاتوار، المهم يلاه حطيت شي لعيبه تما. الفهم اختي فهم، راكم عارفين ديك التحليله ديال بيبي اشاك فوا خاصني نديرها، كطلبها مني الطبيبه، حاجاكم كبيدات كطلبها مني الطبيبه، كتقول لك يقدر يخرج شي تسمم ديال الحمل في اخر لحظه، دونك كطلبها ليا. مؤخرا درت التخطيط، الناس ديال انستغرام راه كيشوفوا لي ستوري كلشي، حطيت واحد ستوري مساكن كيحسب ليهم راني مشيت نولد، درت التخطيط للبيبي، الحمد لله كلشي مزيان. هو هذاك داكشي علاش كنقول لك اجي اختي وكوني دائما معانا في انستغرام، غنخليه لكم هنايا تما كنكون حاضره وبقوه، تنغبرش عليكم، نشارك معكم فين مشيت فين جيت اي حاجه درتها. المهم اليوم عندي النهار شارجي، ناقصني شي حويجات نتقداهم، عندي التقضيه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا النهير. وهذا مكان ها نتوما معايا اختكم باقا بلا فطور، يلا غادي نمشي نفطر ونمشيو نتقداو اختي. كويدات لقيتوني يلاه دخلت معاه وتصورت معكم، حتى شي حاجه كما قلت لكم اليوم اختي النهار شارجي، وفاش كيكون النهار شارجي راكم عارفين صعيب باش تهزي التليفون وتبقاي تصوري. المهم مشيت قديت اغراض ديالي، مشيت لابوغاتوار حطيت ديك التحليله، من بعد قديت واحد الاغراض اخرين ان شاء الله غنشاركهم معاكم، المهم داكشي اللي ناقصني بوغ البيبي وداكشي كله كل مره هكا كنحيد عليا. ومن بعد مشيت لاسواق السلام تقديت، كان خاوي ولكن قسما بالله نسيت منصور لكم، قلت ماشي مشكل حتى نجي للدار، حطيت كلشي داكشي هنايا اللي خديت، قلت حتى نجي للدار وغادي نشارك معكم التقضيه ديالي خفن ضربا، بحكم بزاف ديال الناس كيعجبهم هاد الفيديوهات ديال التقضيه. المهم نبدا لكم، حطيت هنايا باش نشوف قدامي ونهضر دغيا باش ما نطولش الفيديو، وفي نفس الوقت ملي كنبغي نستف في البلاكار ولا في الثلاجه كيجيني داكشي ساهل. المهم بدا لكم هادو اختي، راكم عارفين اندومي عزيزه على رضا، خدا هادو كيبغي مره يتعشى بهم، خديت من اسواق السلام هاد الفوطه هادي، المره اللي فايته كيف ما شفتوا شاركت معكم وحده خديتها، ودابا عاوتاني زدت منهم، صراحه الكاليتي ديالهم زوينه، هادو راه كبارين البنات كتجي كبيره، فوطه بحال هكذا، فوطه ديال الحمام ديال اليدين، ماشي زعما ديال لوكور، لا هادو ديال اليدين. كل مره كناخذو حيده هكذا، واخا كيكونوا مازال عندي كناخذهم. هنا البابي ديال اليدين، هنايا كيف ما كتشوفوا لي لانجيت، خديت هادو، هاد لا مارك غزاله، غادي ندير وحده في الصاك ديالي ديال المهم اللي غندي معايا للكلينيك على قبل البيبي، صراحه زوينين ناتوريل، فيهم ريحه زوينه، والفوطه ديالهم كل لانجيت عرفتو غليظه وزوينه. المهم خديت منهم هنايا جوج كيف ما كتشوفوا، عندي هنايا هذه ديال الكاكا، وعندي هنايا لي بات، هاد لا مارك كتعجبني منوعين بحال هكذا. عندي هنايا شاركوتري العشق اختي ديالي، ميمكنش انني نمشي لاسواق السلام ولا مرجان وما ندوش الغيون ديال الشاركوتري، خديت هنايا فخوماج غودا كيف ما كتشوفوا 200 غرام، هنايا لا دهنت فيمي قسمته ليا على جوج، من بعد انا غنديرهم في لي بواط. هاد الفخوماج غودا البنات خديته حار، غنصوب به دابا واحد لي ساندويتش كيجيو غزالين، غنشاركهم معكم واقيلا. المهم خديت هاد جوج ديال لي سيرفييت غير صغار هكذا على قبل الكوزينه، هادو زوينين كينشفوا وعجبوني لي كولور ديالهم، خديتهم. هنايا عندي الجبن، عندي هنايا الفرماج،
هذا حتى هو كيعجبني ديال بيرلي. هنايا دانونات اكيد ضروري اختي يكون عندي دانونات هادو بوغ الكيكه. المهم هادو ديال الريضه. هذا الا بغيت ندير شي كيك. هذا حتى هو كيعجبني ديال الفخيز. انا العشق ديالي هو بيرلي. هادو حتى هما ديال الريضه. مهم هنايا عندي جبلي، خديت جوج بواطات ديال جبلي كنحتاجوهم. هذا حتى هو غير ديال الحامض كيعجبني. المهم خديت منه غير واحد. هنايا كاشير هذا ديال لو بوف، صراحه زوين زوين هاد لا مارك هادي. هنا عاوتاني الجبن وقيلا شاركته معكم. المهم هادو كيعجبوني بهاد المرات نفطر بهم انا الصباح ولا هكا. الكريمه هنايا بواطه ديال اتاي. هنايا خديت هادو كيعجبوني البنات. الا كنجي شي حد هكا عندي على غفله ولا شي حاجه كنعمرهم بالكريم باتيسيير ولي فروي كيجيو غزالين. شاركتهم معكم في رمضان. فخوماج هادي غير زدتها الصراحه. باقيين عندي هادي، عندي ديك الكبيره هنايا ضروري ما يكونوا عندي هادو لي توست. هادو ديال الريضة بان كومبلي بان كومبلي. وهادو حتى هما الخبز الكامل. داك ما رديتش البال. المهم خديت جوج منهم. هنايا هادو ديال البرجر. هنا هاد الرايب العشق ديال الريضة ضروري كيبغيه، خدا منه جوج. هادو خبيزات هادو عجبوني في اسواق السلام. واحد لو كوتي ديال الخبز عاد بداو كيديروه مؤخرا صراحه زوين. خديت هاد الخبيزات هادو كيجيو بالحليب وبالزرارع بحال هكا. ماشي الزرارع، بالزنجلان والبافون. كندير ب8 دراهم صراحه. هما اللي غندير بهم دابا لي ساندويتش كيجيو زوينين. هادو اندومي شاركتهم معاكم. كسكسو هنايا الروز. هنايا البنات خديت هاد، كانوا دايرين بروموسيون في هاد دونتيفريس هذا ثلاثة. هنايا عندي الحليب خديت منو غير جوج. هادو على قبل لي كيك لحتى جيتو صافي، اما انا ما كناخذش الحليب بزاف. هادو البنات الخميره باش كنعجن صراحه غزاله كتعجبني كناخذها بحال هكا. هنايا الكيتشاب، القهوه، هنايا سميده رقيقه الا بغيت ندير حريشه ولا شي حاجه. لا كريم ديال كريمه ديال الطبخ. هنا عندي المايس، المايس او شامبينيون. هنايا عندي البنات هادي مطيشة ديال كونسونطري ديال مطيشة الحك. وهنايا عندي هادي ديال البيتزا، هي اللي كنستعمل دائما. جبت غير الصغار حيتاش باقيين عندي. هنايا الزيت سالا ليا. هنا جبت هاد جوج قراعي ديال بالبي لاباغتي تعرفو من بعد علاش. هنايا جبت اتشي، هذا شامبوان ديالي اللي كنستعمل مؤخرا صراحة غزال ووافق ليا مع شعري. كيعطيه واحد اللمعان زوين بزيت حبة البركة والفحم الاسود. المهم جا ليا مع شعري. هذا دونتيفريس جافي لاختي المساند الرسمي ديالي في الكوزينه. وهذه البنات واحد صاني كرو مؤخرا بديت كنديرها غزاله، فيها ريحه فلور دورانج عرفتي، فنه كتبقى في الحمامات وفي الدار الا سيقت بها. وماذا شامبوان خداه رياضه. وهذا هو باش كنغسل الحويجات صراحه هو زوين. وين كتاخذوه؟ من بيم ولا من اسواق السلام ولا مهم. انا كناخذه غالبا من بيم. هنايا عندي مايونيز، هذه اللي كنغسل بها الماعن. وخلاص هادو انا كيعجبوني. كتعجبني هاد ايس، هادي ديال البرتقال وهادي ديال التفاح. وهنايا دزت عند الجزار خديت شويه ديال الكفته، واحد نص كيلو ديال الكفته ديال اللحم. وهنا لي بروشيت ديال الدجاج حتى هما خديت منهم غير نص كيلو حيت هادشي البنات فريمون باقي عندي في الثلاجه. هانتوما نوريكم، شوفوا شنو باقي عندي تستيفه ديال داك التخربيق ديال الدجاج ولي بروشيت وداك الشيء. كذب عليكم، انا راه ما تنعمرش البنات الثلاجه ديالي بزاف. كناخذ داكشي اللي كنحتاج وكنكونسومي. وعاوتاني كنجيب جو سوي كونط انني نبقى نعمر الثلاجه باللحم وداكشي ويبقى عندي موده. وهنا راه جبت لي ستيك، راني رقدتهم قطعتهم. ها نتوما اللي غندير بهم لي ساندويتش، قطعتهم بحال هذا الشكل بحال شكل شاورما. ودرت لهم العطريه ديالهم، انا غنقول لكم العطريه ديالهم اللي درت فيهم باش نصاوب لي ساندويتش. المهم باش ما نطولش عليكم اختي، راه دار فيه الجوع، خاصني نستف هادشي كامل دغيا دغيا وندوز ندير الغدا ونتلاقاو اختي من بعد. المهم نقول لكم لافاكتور البنات، هادشي بحال. الناس اللي كيبغيو يعرفوا الاثمنه ها هي خديتهم. هادشي كله تقديته من اسواق السلام ب 700 درهم. كيف ما كنقول لكم اسواق السلام اختي راه فيه الرخاء. تبارك الله ما شاء الله، كل واحد خيره في داره. كنبغي غير نشارك معكم الافكار وصافي، بحكم بزاف الناس عزيزه عليهم يشوفوا التقديه اللي كندير.
وهذا ما كان غادي نمشي نستف في هذا الشيء ونتلاقاو من بعد. البنات بديت كنوجد الغداء اللي قلت لكم، كما قلت لكم غادي ندير هاد لي ساندويتش هادو اللي خديتهم من اسواق السلام، حيدتهم الباستيكا ديالهم، شعلت الفران وغادي نطفيه حتى تسخن مزيان، وغادي نخشيهم باش كيتصهدوا كيجيو زوينين كيجيو سخانين حسن. وهنايا بالنسبه للدجاج غادي نشارك معكم شنو درت ليه، العطريه اللي درت ليه، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار شويه ديال التحميره، درت هنايا هذا الموطارد وشويه ديال الزيت وشويه ديال صويا صوص والحرور اللي كنتو كتبغيو صافي، وخلطت هادشي مزيان مزيان. المهم التتبيله ديرو نتوما اللي بغيتو، غير ضروري من الموطارد كيجي زوين هو صويا صوص كيزينوهم صافي. ودابا غادي ندوز باش نشحرهم في المقيله. هنايا قطعت شويه ديال مطيشه شويه ديال البصيله وجدت لاصوص ممتاز الاخر، وغنشارك معكم طبيعتي كيف ما قلت لكم. دابا غادي نبدا نشحرهم، خديت هنايا مقيله درت غنبدا نشحر هذوك الدجاج اللي شاركت معكم، خديت هنا مقيله درت فيها شويه ديال الزيت والزبده. الزبده البنات كتخلي البغوشات ديالك ولا اي حاجه درتوها تجي فتيه. المهم خديت وحده ما قاديهاش الغرض بغوش يهبطوا. المهم غادي نشحرهم مزيان مزيان، هنا راه الزيت كيتقلى ليا صافي، وغادي يكون الغديوه اختي خرفان زربن موجوده. ودابا البنات وجدت اختي الغديوه ديالنا. المهم الدجاج من بعد ما طيبته كيجي فحال هكذا صراحه، كيجي زوين ريحته غزاله. الفريت هنايا هادو اللي قلت لكم سخنت، هذاك البليلاش محطوط تما هنايا هنايا حطيت لي صوص اللي غادي نحتاج، شويه الخاص وهذا كينطيب لينا، حطيت هنايا بصيله وشويه مطيشه، الخاص هنايا فرماج غوده نقرب وحده رضام. ايوا هذا ما كانوا لي صوص. وهنايا رضا ما كيشربش بواسون، انا اختي ضروري كنقدرش. وهذه هي غديوتنا فاش كيبدا يدخل الصيف صراحه، هادشي اللي كيعجبنا ياك. مره مره نبقى الصيف تحيد الخطيطات فاش كيدخل الصيف صراحه، هادشي اللي كنبقاو نتشهاو. كيجيو واعرين هاد لي ساندويتش البنات، جربوهم والله الا كيجيو صراحه غزالين. دابا البنات من مورا ما تغديت وساليت الغدا ديالي الحمد لله وشكر لله، منكذبش عليكم المعان باقيين محطوطين، الكوزينه باقا مرونه بداكشي اللي طيبت، سينو التقديه وكلشي رجعتها بلاصتها. ليله قبل ما كنبغي نتقدى كنمسح الثلاجه ونعقمها والبلاكار فين كندير داكشي ديال التقديه، باش غير كنجي وكنبقى نحط كل حاجه بلاصتها هكا كنظم وقتي، وفي نفس الوقت حتى البلايص اللي غادي نحط فيهم يكونوا نقيين وما ياخذش ليا داكشي بزاف الوقت. المهم تغدينا ساليت، رضا خرج عنده شي شغل مازال يقضيه، وانايا غادي نوض باش ناتاكي الدار. قبل اختي من اتاكي صراحه بقيه ندوز غير واحد لاسبيراتور وصافي، قبل ما ناتاكي الدار ضروري ما غادي نستعمل هاد الزيوت هادو ديال جدايل لشعري. هانتوما هادو راه غنيين عن التعريف البنات، راه معروفين من شحال هادي كنت كنديرهم لشعري ولقيت عليهم نتيجة لشعري صراحة غزالة. واحد ديال مانع تساقط الشعر وواحد ديال مقوي الشعر، كنت كنديرهم شحال هادي لشعري، هما ودوك العشوب لي شاركت معكم فغيمون لقيت عليهم نتيجة زوينة. ودابا عاوتاني رجعت أنني نديرهم، وفي نفس الوقت أنا كنشقى وأختي شعري كيستافد حتى هو. شوفو راه بغيت ندوش وقلت زعما تهلا فين ندير لي هاد الروتين هذا، وهذا المكان منين غادي نبدا نشقق بحال هكا. انا كنخلطهم باش ما نكذبش عليكم البنات، كنديرهم بجوج كندير بحال هكا، كنبقى ندير في هانتوما وكندخل الزويته مزيان، كندير من هذا وكندير حتى من الاخر كما قلت لكم، كنخلطهم بجوج. غادي نرغرغ شعري مزيان مزيان هانتوما، وندير ليه واحد الماساج بديداتي، وديك الساعه غادي نهزو الشفنجه الفوق ونمشي نجمع الدار اختي. ديك الساعه كما قلت لكم الدار مجموعه، غادي ندوز غير اسبيراتور شويه ونغسل دوك المعنات، ومن بعد الخبار في راسك فاش كدوزي شي نهار شارجي وكدوزي شي نهار ديال التقديه، نديرها هكا في يدي كدوزي شي نهار ديال التقديه. المهم كتعيا شويه كتبغي في الاخر تختميها بشي حمام غزال هو اللي غندير. هذيك اختي هي السعاده ديالي. المهم غنبقى نغرغو مزيان بحال هكذا، وناخذ ديك البغوصه ديال اللي كيدور بها الدوره الدمويه ديال الشعر. هادو البنات راه زوينين
سورتو اللي خديتهم من عند شي واحد اللي تيقى. انا هادو كنجابهم ليا رضا من الامارات، وكنجاب ليا كونتيتي كثيره وبقات عندي صراحه، وفريمون كيديو لكم مده كبيره ديال عبد الصمد القراشي. هانتوما غرغرتو، كندير اكثريه غير القدام، ما تنديرش البنات بزاف لتحت، كندير اكثريه غير القدام لتحت، كندير غير شويه وصافي. هاكا كنجيب ديك البغوصه ديال الدوره الدمويه، هذه اللي كندورو بها الدوره الدمويه معروفه، وندير بها مساج بحال هاكا. عرفتو كتجيب لي النعاس هادي، شفتو كيفاش بزقتو. وصافي دابا غادي نجمعو شفينجة ونمشي اختي نمشي نقضي الشغالات اللي قلت ليكم. عرفتو فيهم واحد الريحة زوينة، ريحة العشوب، الناس اللي عزيز عليهم العشوب فيهم واحد الريحة زوينة. كبيدات غادي نجمعو السفينجة الفوق، وديك الساعة نمشيو اختي نقضيو الشغيل ديالنا. ودابا كويدات من بعد النهار مشارجي ومطرطق كيف ما شفتو، ساليت الروينه ديالي، دخلت خديت احسن حمام في العالم، راكم عارفيني انا والحمام قصه حب اختي لا تنتهي. من بعد ما دوشت وساليت جيت هنايا كنشف شعري غير بالفوطه كيف ما كتشوفوا، كيكونوا المسامات ديال الراس محلولين، فما كنبغيش نشف بالسوشوار، كنخلي حتى كيبرد لي راسي، وعاد ديك الساعه اختي نشفو بالسوشوار ماشي مشكل. هنايا درت غير هذا البوندو هذا، ودابا غادي ندوز للترطيب. اختي ضروري ما ندير كريم لوجهي، الحاجه اللي ما نقدرش نستغنى عنها هي الترطيب ديال الوجه. كون كنلقى نرطب وجهي شحال من مره في النهار، ولكن اختي من قبل ما كنعس كندير الروتين ديالي وكنرطبو، الصباح كنفيق عاوتاني كنرطبو، والا لقيت الفرصه في وسط النهار علاش لا. ترطيب شي حاجه مهمه للبشره، كتبان لك البشره ديالك فيها واحد النضاره، كتبان لك البشره ديالك معياناش ماشي شاحبه، فيها واحد ليك لغزال. وانا كنستعمل هاد لاكريم هادي اللي دائما كنشارك معكم اكبيدات في الحمالات ديالي، الحمد لله ما كلف ليا وجهي، ما نض ليا حبوب، ما حتى شي حاجه، كندير هكا مساج لوجهي، كندير حتى لعنقي، وكنكون اختي اليز درت الروتين ديالي. هادي هي راحتي النفسيه، دوش ترطيب الله يجعل البركه، غنخلي شعري حتى يبرد ونشفو بالسوشوار. كبيدات هذا هو النهار ديالي، دوزتوه معايا راه باين في وجهي عيانه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، يكون خفيف ظريف على قلبكم. غادي نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.